السلام عليكم تلامذتنا سنة 9 أساسي، نهتم اليوم بتطبيق من تطبيقات بيتاغور وهي قيس قطر المربع، ودي مش لي قاعدة وبعد. إذا نحن أخذنا مربع أ بي سي دي كما هو أمامكم، وقيس الضلع متاعو أ، وش نثبتو لي القطر متاعو قيسو أ جذر 2 بعد نتاخذوها قاعدة. إحنا كي ناخذو المربع أ بي سي دي نجم نخرجو منه مثلث ق، مثلا أ بي دي مثلث ق، فنقول ABD قائم الزاوية في A. إذن حسب نظرية بيتاغور BD قوس 2 تساوي أبي قوس 2 مع أدي قوس 2. ماذا يعني هذا؟ البي دي قوس 2 تساوي أ قوس 2 مع أ قوس 2، لأن أبي والأدي قد قدهما قيسهم أ. ماذا يعني هذا؟ أن بي دي قوس 2 تساوي مرتين أ قوس 2. وبما انه بي دي بوزيتيف موجب، يعني بي دي هي جذر 2 ا قوس 2، يعني بما انه هنا فما ضرب نجم نقسم وجود الجذر، انه بي دي جذر 2 يبقى هو، وجذر ا قوس 2 هي ا موجب، يعني ا الحال ا موجب هنا، فنجد ا جذر 2. وهذه القاعدة متاعنا منساوهاش، يعني قيس القطر في مربع هو معنتاش نقولو نقيد القاعدة متاعنا. إذا ماذا نقول؟ قيس القطر في المربع الذي قيس ضلعه نقول أ يساوي، قيس الضلع يساوي أ جذر 2. طب الحال نقول قيس الضلع، قلناش أنه قيس القطر عفوا، قلناش أنه قطر لأنه في المربع كما هو الحال في المستطيل القطران بنفس القيس. نحط القاعدة دي متاعنا في إطارها ونشوفها في التطبيق، يعني في التمارين. إذا شكرا، هذا كل ما عندنا باش نقوله في الفيديو هذه، وحاولوا تابعونا على الحصص المباشرة.